لكن على كل حال بالنسبة للصدقات يقول أهل العلم هذه فائدة. يقول أهل العلم لما ذكر الله الغنائم قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لكن لما ذكر الزكاة قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. ما ذكر الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الله جل وعلا نفسه ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: إنما ذكر نفسه وذكر النبي في الخمس في الغنيمة يعني لأنها من أشرف المكاسب، وأما الزكاة فلأنها يعني من أسوأ المكاسب. طيب، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس، لذلك لم ينسب الله له شيئا منها سبحانه وتعالى ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال للحسن: إنما هي أوساخ الناس، فإنها لا تحل لمحمد ولا لمحمد، لذلك ما وضع نفسه معها. لكن في الغنيمة قال: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والله أعلم.